هل تسقط تحية المسجد وركعتا الطواف بعد صلاة العصر؟ ها؟ من دخل المسجد بعد صلاة العصر أو طاف حول الكعبة، هل تسقط صلاة الركعتين؟ لا، صلاة الطواف لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين من ليل أو نهار.